وللحديث عن حضور المرأة في التظاهرات معنا من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة في استوديو رافدين. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام، وأيضا أجمل التحيات لكل مرأة عراقية بهذا اليوم العالمي، يوم المرأة العالمي. حياك الله. بداية دكتورة، كيف ألقى الاحتلال وحكوماته المتتابعة منذ عام 2003 وحتى اليوم بظلاله على وضع المرأة العراقية؟ يعني ما يحصل الآن في المرأة العراقية هو أكبر وأوضح صورة لنتيجة هذا الاحتلال وظلاله الداكنة التي ألقى بها على وضع الحال الذي تعيشه، إلى أن وصل إلى الوضع الحالي الذي تعيشه المرأة. النساء في المعتقلات، النساء أرامل، مطلقات، ثكلى، لا يجدن فرصة العمل، في يتسولن في الشوارع، لا توجد لديهن فرصة للتعليم جيدة، لا يتمتعن بالصحة كما حال أي مواطن في أي بلد في العالم يحترم نفسه ويعيش بعز وكرامة، يفتقرن حتى لأبسط الخدمات الأساسية. يعني هذا هو الوضع العام في البلد. فكيف إذن في المرأة العراقية؟ الذي يحدث لها هو أكثر وطأة وأعنف وأشد، وما يحدث الآن من عمليات قتل واستهداف حتى في الألفاظ، حتى استهداف لشرف العراقيات خاصة في التظاهرات الحالية، يعني هو يثبت بالدليل القاطع أن الوضع في المأساوي الذي تعيشه المرأة العراقية. نعم. السؤال الذي يطرح هنا دكتورة، يعني لماذا هنالك إهمال لكافة يعني الموارد العراقية القيمة، ومن ضمنها المرأة العراقية، فهي التي تربي وهي التي تنشئ الأطفال على النشأة الصحيحة، فعندما يهمل هذا الجانب يهمل الجانب الآخر، يعني ما هو السبب حسب رأيكم؟ يعني هو بالتأكيد هو عملية ممنهجة ومنظمة لتدمير المجتمع وبالتالي تدمير العراق، والاستمرار في التدهور الذي حصل للعراق منذ عام 2003 والذي لا يزال يتواصل لحد الآن. يعني المرأة العراقية أو المرأة على العموم هي نصف المجتمع، هي التي تربي الأجيال القادمة. إذا هذه المرأة لم تحصل على حقوقها ولم تتمتع بحياة ممكن وأمل ممكن أن على أساسه أن تربي الأجيال وتقوم بدورها الفاعل في المجتمع، إذا بالتأكيد فإن المجتمع سوف ينشأ ضعيف وينشأ مدمر يعني يعاني من مختلف الأمراض، وهذا في الحقيقة هو ما يمر به الآن المجتمع العراقي لولا التظاهرات الأخيرة التي أحدثت تأثير يعني لا يصدق لحد الآن، وبالطبع بالاتجاه الإيجابي. نعم. طيب، الخاسر الوحيد من هذه المعادلة كما أشرت دكتورة هو الشعب العراقي، إذا من هو الكاسب من هذه المعادلة؟ الكاسب الوحيد هم أعداء العراق، سواء أعداءه من في الداخل العملاء الذين يساندون وينتمون وولاءهم لدول الأجنبية، وأيضا إضافة إلى ذلك الدول الإقليمية والدول الأجنبية، الدول التي ساعدت وساهمت في احتلال العراق، الدول التي استفادت من احتلال العراق وتدمير المجتمع العراقي، كل هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون للعراق، وهؤلاء قد رسخوا في العراق للعملية السياسية وللدستور البغيض الذي أثر ولا يزال تأثيرا سلبيا في المجتمع العراقي وطبعا حتى في المرأة العراقية. من المسؤول عن ارتفاع معدلات الطلاق والأرامل وعدد الأرامل الكبير في البلاد والظروف الصعبة التي تعيشها المرأة العراقية اليوم؟ المسؤول هو جهتين، هي الدول الأجنبية، وطبعا بالدرجة الأولى هي الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق.
الدول الأجنبية بسبب العمليات العسكرية والعدوان على العراق والاستعمال الممنهج والعشوائي للأسلحة الثقيلة التي يستهدفون من خلالها المناطق السكنية والأحياء، والتي تسببت في أعداد كبيرة من القتلى وبالتالي زيادة في أعداد الأرامل والقتلى من النساء. إضافة إلى ذلك هو سياسات الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003. كل هذه الحكومات كانت فقط تنفذ الإملاءات الخارجية التي تمليها أمريكا وإيران وغيرها من الدول المستفيدة مما يحدث في العراق. هذه الحكومات الغارقة في الفساد التي سلبت ثروات وأموال الشعب العراقي بدل نعم فرضا أن تصرفه على الضمان الاجتماعي الذي يضمن كرامة المرأة، فهو بالتالي تسلبه منها وتسلب حتى حقها في التعليم وحقها في الصحة وحقها في الحياة وغير والكثير والكثير من الحقوق. نعم. طيب، اليوم يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة احتفل العراقيون والمتظاهرون تحديدا بيوم الثائرة العراقية، كيف تقيمون حضور المرأة في ثورة تشرين؟ يعني في الحقيقة حضور مشرف نعم ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الثورة، وشاهدنا كيف كان دور المرأة يعني من خلال الفيديوهات، من خلال الصور التي أثبتت في الحقيقة يعني مشاركة حقيقية للمرأة، سواء في الصفوف الأولى في المفارز الطبية، في التجمعات، في التحشيد، في المساندة الثوار، في الدفع بالثوار للأمام ويعني تشجيعهم ومساندتهم من خلال حتى توفير أبسط الأشياء، من خلال توفير الطعام أو من خلال حتى التنظيف. يعني المرأة الآن مشاركة ومتواجدة في ساحات الاعتصام مع أخوتها الرجال، طبعا هذا بسبب أن المرأة تعي حقيقة أن لها دور فاعل يجب أن تقوم به، وأن ما حدث لها في الماضي هو كانت كلها وجميعها محاولة لركنها على جانب من أجل إضعاف دورها ولكي لا تقوم بدورها الحقيقي. أما الآن المسألة تغيرت تماما، وأصبح الحقيقة أصوات النساء وتواجدهن في ساحة الاعتصام وساحة التظاهرات هو دافع أكبر ومشجع للشباب والرجال من أجل أن يستمروا ويتواصلوا في تظاهراتهم واعتصامهم إلى أن يتم تحقيق كل المطالب والاستجابة لمطالبهم عفوا إن شاء الله. نعم، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقية الدكتور فاطمة العاني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.